الديفيني ولزاختك الانديفيني، وعرفني شلون نستخدم لزاختك الديفيني والانديفيني ومع حالة المذكر سواء كان والمؤنث، إذا كان في حالة المفرد، إذا بدأ بحرف صحيح، إذا بدأ بحرف علة، إذا بدأ بإتش الصامتة، وغيرها من العمل الأخرى. وأيضا خذينا حالة الكونتراكت اللي هي حالة الإدغام في المذكر، وعرفني إذا يعني إذا جاء حرف جر قبل الأداة التعريف شو راح يصير. هاي بعد ما يحتاج أعيدها من جديد لأن صارت واضحة لدى الجميع. اليوم محاضرتنا راح تكون تكملة إلى ما تطرقنا له بالمحاضرات السابقة، اللي هو شلون نعرف المذكر والمؤنث حتى نخلي أداة التنكير وأداة المعرفة. هاي إخوان يعني نقطة جدا مهمة، لازم نعرف شلون هذا يعني شلون نعرف مذكر أو مؤنث حتى نخلي أمام اللو أو اللا إذا كان في حالة المعرفة، أو نخلي أمام الآ أو الإين إذا كان في حالة النكرة. تابعوني إن شاء الله وراح تكون عملية جدا سهلة. هذا إخوان المحاضرة تعتمد عليكم، يعني مو علي بس، أنا مجرد أخليكم على الطريق وأنتم وراها راح تعرفون الآلية شلون. على سبيل المثال شلون نعرف المذكر، هي أكو مجموعة فقرات راح أتطرق لهذا اليوم قسم، والمحاضرة الجاية إن شاء الله راح أكمل القسم المتبقي. إذن شلون نعرف حالة المذكر؟ المذكر من خلال يعني النهايات لذلك الاسم، يعني سواء كان مؤنث أو مذكر نعرف من خلال النهايات. يعني هاي القاعدة مرة تجي 100% تنطبق ومرة لا يصير بها شواذ. فإحنا هسه خلينا نجي إلى اليوم ناخذ المذكر. هسه في هذا الجدول ناخذ المذكر. المذكر إخوان نعرفه يعني هاي الاسم مذكر إذا انتهى بال اي اس ام اي وكذلك انت بال ا اس ام او فهو مذكر. هاي اخوان لازم نحفظ الجدول هذا، يعني الاسم اذا انتهى بال اي اس ام اي فهو مذكر، واذا انتهى بال ا اس ام او فهو مذكر. على سبيل المثال لو جورناليزم بيش انتهى بال اي اس ام اي فهو مذكر، كذلك فاناتيزم اللي هو بيش انتهى بال اي اس ام او فهو مذكر. خلينا قدام اللو، بس خلنا اضيف الطلاب. زين، ثانيا الاسماء اللي تنتهي بالام او انت المنت باللغه الانجليزيه فهي كلها اسماء مذكره، يعني ما بيها شواذ. اذا هسه القاعدة الأولى إذا انتهت بالـ ESMO أو ASMO فهي جميع تلك الأسماء مذكرة. الأسماء اللي تنتهي بالميت هاي ثانيًا فهي أسماء مذكرة، يعني أي اسم تلقاه منتهي بالميت فهو مذكر. على سبيل المثال أن أنتيغما، واضح؟ اللي هو الجنازة. أن أنتخينما اللي هو تدريب، واضح؟ إذا هاي شنو إجا نكرة مذكر، ليش؟ لأن انتهي بالميت. واضح؟ إجا نكرة لأن انتهى بالمنت. النقطة اللي بعدها ثالثا الأسماء اللي تنتهي بالآج، يعني آج أ اللي تنتهي بالآج، هاي القاعدة هي تنطبق على المذكر ولكن بيها شواذ. هي القاعدة هاي تجي للمذكر ولكن بيها شواذ. على سبيل المثال المذكر مثل ايش؟ مثل لوغا غاج، آن كلاكاج، آن بلاكاج، فهي مذكرة. واضح؟ جميع هذه الأسماء هي أسماء مذكرة، ولكن هاي الدائرة اللي عليها علامة تعجب هاي إخوان ما تنطبق على المذكر وإنما تجينا مؤنث. على سبيل المثال لابلاج، هاي إخوان يجب أن تحفظ لابلاج، يعني هي الشاطي، لابلاج الشاطي، هنا إجت رغم أن القاعدة قاعدة المذكر. هذا إذا هنا لابلاج اجت مؤنث، انباج الصفحه اجت مؤنث، انكاج اجت مؤنث. واضح؟ ما انطبق عليه قاعده المذكر. اضيف بقيه الكلام. ايضا يسمونه لاناج، واضح؟ السباحه، لاغاج، وإن إماج، هاي كلها إجتنا مؤنث.
إجت كلها مؤنثة. إذا قاعدة الآج هي قاعدة تنطبق على المذكر، ولكن هاي الكلمات اللي هي لابلاج، إنباج، إنكاج، لاناج، هنا إجت مؤنثة، يعني ما تنطبق على قاعدة مذكر وإنما إجت مؤنثة. شباب اللي عنده سؤال يطرح لي سؤال يطرح لي سؤال بالشات حتى اشوف شنو المفاهيم، بس هي لازم تحفظ، يعني مو شغله يمي، هي لازم انت تحفظها، يعني هاي الدوائر اللي برتقاليه وعليها علامه تعجب فهي مؤنثه ما تنطبق عليها قاعده المذكر. الفقره اللي بعدها، الفقره اللي بعدها الاسماء اللي تنتهي بالفون، الفقره اللي بعدها الاسماء اللي تنتهي بالفون فهي اسماء مذكره، كل اسم ينتهي بالفون فهو اسم مذكر. على سبيل المثال ان تليفون، واضح؟ ان ماجنتيفون، ماجنتيفون اخواني اللي هو هذا المسجل مع الشرائط القديمه، هذا الشريط الكاسيت، واضح؟ يسمونه ماجنتيفون. وان ايفون، اذا هي اسماء مذكره. النقطه اللي بعدها، جميع الاسماء اللي تنتهي بالا تي، يعني اي تي او آ شابوتي، الآ شابوتي معنى اي عليه مثلث، نسميه آ شابو معنى اي، الاي عليه شبقه، واضح؟ جميع الاسماء تنتهي بالآ تي او الآ شابوتي فهي اسماء مذكره. على سبيل المثال انكومبا، واضح؟ اللي هي انكومبا اللي هي قتال مذكر، هنا اجت ان ديبا اللي هي المناظرة، أن أبا اللي هو الطعم، وأنديجا الضرر، واضح؟ نعجت كلها جميعها مؤنث، يعني العفو مذكرة. جميع الأسماء اللي تنتهي بالآ تي أو الآ شابو تي فهي أسماء مذكرة، ما بيها شواذ. النقطة اللي بعدها، جميع الأسماء يعني 100% الأسماء اللي تنتهي، جميع الأسماء اللي تنتهي بالسكوب فهي مذكرة. على سبيل المثال أنستيتوسكوب، ستيتوسكوب أخوان حتى بالإنجليزي يسموه ستيتوسكوب اللي هو سماعة الطبيب، إذا سامعين بيه ستيتوس بمعنى الأشنا ما يلفظ، فأنستيتوسكوب اللي هو سماعة الطبيب انتهت بالسكوب فهي مذكر. أن ميكروسكوب اللي هو ميتشر، إذا انتهت بالسكوب فهو مذكر أيضا. النقطة اللي بعدها، الأسماء اللي تنتهي بالتير، تي أو إي آر، هاي قاعدة مذكر ولكن بحالة شاذة. المذكر مثل على سبيل المثال مثل أن أورديناتير، أن موتير، أن مونتير اللي هو أجل لكم واحد الكذاب يسمونه مونتير، واضح؟ ولكن إذا إجت السانتير ما نقول لو سانتير ونقول لا سانتير، هنا إجت حالة شاذة. سانتير اللي هو الحزام، ما يقولون والحزام عندنا بالمذكر، عندنا بالعربيه مذكر، ولكن باللغه الانجليزيه ما يقول لو سانتير، لا الحزام هنا يجي مؤنث، يقول لا سانتير. النقطه اللي بعدها، جميع الاسماء اللي تنتهي بالآ ال فهي اسماء مذكره. جميع الاسماء التي تنتهي بالآ ال فهي مذكره. على سبيل المثال نقول ان انيمال، ان فيستيفال، ان بس نضيف الطالب اللي اجى متاخر، بس العفو تغريد احمد، اكو طالب تغريد احمد؟ وين هذا الطالب اللي قبل شوي اضفته تغريد احمد؟ ما طلع تغريد أحمد، نسأل في الطالب اللي اسمه تغريد أحمد خد تفتح المايك. إن إخوان حسب تعليمات ما يصير واحد، يعني لازم تكتب اسمك الكامل، وكذلك يجب أن تكتب يعني المرحلة على سبيل المثال المرحلة الثانية الصباحي. فالطالب اللي دخلت هسه آخر شيء قبل شوية اسمه تغريد أحمد،
رجاء تغير اسمها وتكتب أسوة بأقرانها الطلاب. أوكي، إذا الجميع الأسماء باللغة الفرنسية اللي تنتهي بالآ إل فهي أسماء مذكرة. على سبيل المثال مثل ما قلنا أن أنيمال، واضح انتهت بالآ إل فهي مذكرة. أن فيستيفال، إذا انتهت بالآ إل اللي هو مهرجان. وأن أن كاكال اللي هو على سبيل الكاكال الإخوان هو أحد الحيوانات اللي يشبه يعني أجلكم الله الكلب اللي يسمونه ابن آوة إذا سان بي، واضح. وأن جورنال، إذا جميع هذه الأسماء انتهت بالآل فهي أسماء مذكرة جميعها. إذا هاي قاعدة يعني ما بيها شواذ، جميع الأسماء التي تنتهي بالآل فهي اسم مذكر. راح نخلي أمامه يا أما الآ إذا كان أنديفيني غير معرف، وإذا كان معرف نخلي أمامه له، ما ياخذ اللا ولا ياخذ الايم لانه يعني مذكر. هاي سبق وان خذيناها بالمحاضرات السابقه بالفصل الاول. النقطه اللي بعده، جميع الاسماء اللي تنتهي بالصوت او اللي هي ا ا اي، هاي الفاظ كلهن يلفظ او، يعني ا ا اي هاي الفاظ او اللي هو او او، واضح. نفس الحاله الاسماء اللي تنتهي بالا اي اللي هو نفس الحاله نلفظها او. الأسماء تنتهي بالـ A, U, D أيضا تلفظ O. الأسماء اللي تنتهي بالـ O أو نفس يعني الصوت O، وكذلك اللي تنتهي بالـ O, T هذا كله يظن O، يعني هاي اللي هي E, A, U. الـ A, U تحسب باللغة الإنجليزية، الـ A, U, D، الـ O، الـ O, T. هاي إخوان جميعها يلفظ بالـ O، صوت O. على سبيل المثال أن تابلو، أن تابلو، واضح. إذا هاي انتهت لأن تعتبرها مذكر، انتهت بال أ أ أ، إذا صارت لنا أن تابلو، ما قلنا إن تابلو، واضح اللي هي جدول، واضح. نفس الحالة أن شابو، شابو هون هي القبعة، واضح الهات باللغة الإنجليزية. أن شابو انتهت بال أ أ أي. أنتويو اللي هو أنتويو هون معناها الأنبوب، واضح، هاي يسموه بالمختبرات وما شابه ذلك. أنتويو انتهت بال الايو. انك خابو، انك خابو معناها يجي هنا يعني تجي الضبدع في المعنى هذا، واضح. انك خابو، وان بيانو، وان كانو، واضح. الكانو هو اللي عباره عن زورق، يعني شو هسه زورق الموجود عنده عباره عن زورق خشبي صغير يسمونه ان كانو. وان مو اللي هو الكلمه الورد باللغه الانجليزيه. إذا هاي جميعها انتهت بالصوت الأو، يعني يا أما انتهت بالإي أيو، يا أما انتهت بالأيو، يا أما انتهت بالأيو دي، يا أما انتهت بالأو، يا أما انتهت بالأو تي. فجميع هذه الأسماء مذكرة. إذا هذه هذه النقطة أو هذه القاعدة مو قاعدة تنطبق على المذكر فقط، وإنما أكو بها حالة شاذة. الحالة الشاذة مثل إيش؟ مثل لا بو، لابو اللي هو الجلد، لابو الجلد هنا أنا صحيح انتهت بالاي ايو بس ما يلفظ هنا، انا ما قلنا امبو ولا قلنا لوبو، وانما قلنا لابو الجلد. هنا أنا صحيح عندنا باللغه العربيه الجلد هو مذكر، ولكن هم عندهم باللغه الفرنسيه مؤنث، فاخذت اللا باعتبار معرف هسه حاليا. واذا حالة النكر يجي اين. نفس الحالة لا موتو اللي هو الدراجة النارية، إذا خذت اللا ما تاخذ اللو، صحيح هي انتهت بالت أو بس ما راح تاخذ اللو ولا تاخذ الآ إذا كانت نكرة، وإنما تاخذ اللا في حالة المعرفة إذا كانت معرفة الديفني، وإذا كانت الأنديفني راح تاخذ الإن موتو. النقطة اللي بعدها والأخيرة اللي هي الأسماء اللي تنتهي بالصوت الآغ، آغ يعني شو هو آغ، مثل أخ دي اللي بط آغ، أو أخ تي نفس الحال آغ، أو الأخ أو آغ، أو ينتهي بالأخ. هاي جميعها مذكرة باستثناء عندنا حالتين شاذ. المذكرة مثل إيش؟ لابغيات الضباب، لابغيات الضباب، انا بلاكار اللي هو ان بلاكار تيجي يعني شلون معنى مخزن، واضح.
انا بلاكر يخدم بها يعني الشغلات الخاصة بالبيت، سواء كان مطبخية أو منزلية وما شابه ذلك. أنا بلاكار انتهيت بالآخدي، لودي بار المغادرة انتهيت بالآختي، إنفار معناها المنارة انتهيت بالآخ، وآن أنجار اللي هو الحظيرة خاصة بالحيوانات، أنا أنجار انتهيت بالآخ، فهي أسماء مذكرة، هي القاعدة تنطبق على المذكر. ولكن إذا شفنا كلمة اللاجار يعني اللي هو الترين ستيشن يعني محطة القطارات، اللاجار هنا صحيح انتهت بالآر، ولكن جت هنا مؤنثة، واضح؟ يعني المحطة هنا تجي مؤنثة، ونفس الحالة لامار، لامار إذا هي البركة، لامار أيضا هنا صحيح انتهت بالآر، ولكن اجت هنا حالة المؤنث وليس حالة المذكر. طلب هذا الجدول واضح؟ يعني شوي دكتور، بس الشوارع تدور. الشواذ لا اخوان، هي يجب ان تحفظ، يعني صحيح الدور بس هي يجب ان تحفظ. هاي بالامتحان على سبيل المثال اجيب لك، على سبيل المثال اجيب لك بلاج نقطتين، اقول لا بلاج، اذا قلت لك على سبيل المثال كلاكاج فانت تقول لو كلاكاج، واضح؟ لو كلاكاج باعتبار هي قاعده مذكر، واضح؟ يعني اذا جبت لك اول واحده مذكر يعني معرف، فانت لازم تخلي الثانيه يعني الحاله الثانيه هم تكون معرفه، يا اما تاخذ له او او لا. واضح شباب؟ اذا اخوان يعني مثل ما طلب الاخ يقول يعني لازم الشواذ صعبه، لا اخوان الشواذ يجب ان تحفظ، يعني هو كجدول حتى انت تيجي تطور نفسك باللغه الفرنسيه، اذا يجب ان تحفظ الجداول. يجب أن تحفظ الجداول، واضح؟ تمام. نجي إلى، إذا ما عندكم سؤال، أنتم أعتقد يوم رمضان بين بيكم أول يوم وتعبكم. نجي إلى الجدول الثاني. الجدول الثاني إخوان شلون نعرف يعني بس خلينا نضيف الطالب أو الطالب اللي متأخر. اوكي اوكي هاي هاي تقول واضحة، هاي حسمة القضية برسالة. إذن نجي إلى حالة الفيمينا، بعد ما طرقنا المذكر نجي إلى حالة الفيمينا، شلون نعرف هذا نعرف هذا الجزء يعني هذا الاسم مؤنث أو مذكر، نعرفه من خلال النهايات أيضا. النهايات على سبيل المثال إذا انتهى ذلك الاسم ب تي أو أكسان، تي أو أكسان اللي هاي تي وراها إي عليه خط مائل إلى جهة اليسار، إذا هاي هي جميع تلك الأسماء مؤنثة جميعها ما بها استثناء، على سبيل المثال لا بيوتي الجمال، لا فانيتي الغرور، لا أونتيتي الأمانة، إذا هاي جميعها مؤنثة، جميع تلك الأسماء أسماء راح تكون مؤنثة جميعها. نفس الحالة يونيفرسيتي وغيرها وغيرها من الأسماء الأخرى اللي احنا ما نضيع بيها وقت، بس احنا خلينا نحفظ القاعدة. بعض الأحيان إخوان أيضا تلقي تي أو أكسا وراها إي ثاني، يعني تي العفو تي باللغة الإنجليزية وراها إي عليها خط وراها إي ثاني، هذا يشوفونه أم أيضا تعتبر مؤنثة، يعني خافت تلقاها يعني تي أو أكسا أو تي أو أكسا وراها إي ثاني، فهي اسماء مؤنثه. على سبيل المثال لا دكتي، واضح؟ لا دكتي اخوان الاملاء هذا على سبيل المثال اذا تذكرون كنا مثل بالابتدائيه وحتى اعتقد بالمتوسط يجيبون لنا املاء بالامتحان، واضح؟ يرد لك واحد وانت تكتب وراه يسموه لا دكتي. نفس الحاله لا جوتي، لا جوتي انتهت بالتي او اكسنت فهنا الرصيف معنا جت هنا مؤنثه، لا مونيتي، واضح؟ وغيرها من الكلمات لا باتي لا بوختي، اذا هنا إن اجت جميع تلك الاسماء اجت هنا اسماء مؤنثه، سواء كانت انتهت بالتي او اكسا او تي او اكسا وراء او بعد. زين دي
طيب زهراء، اوكي زهراء ضو. الفقرة اللي بعدين، اخوان جميع الاسماء التي تنتهي بالاي او ان فهي اسماء مؤنثة. جميع الاسماء التي تنتهي بالاي او ان فهي اسماء مؤنثة. على سبيل المثال ان بروفيسيون اللي احنا سبق وان خذيناها المهنة، ان بروفيسيون المهنة، واضح؟ ان ريبيتيسيون اللي هو التكرار، لوبينيون الرأي، واضح؟ إذا جميع الأسماء اللي تنتهي بالإي أو إن فهي أسماء مؤنثة. النقطة اللي بعدها، الأسماء التي تنتهي بال أ إي آر فهي أسماء مؤنثة. كلها لا، أكو شواذ. المؤنثة مثل على سبيل المثال مثل لافلير، واضح؟ الزهرة. لا فليغ، لا شاليغ الحرارة، لا لانتيغ اللي هي لانتيغ اللي هي البطء، يعني شوية يمشي عليك كيف بطيء. هاي جميعها تكون أسماء مؤنثة، ولكن ولكن من نجي إلى كلمة يسمونها لا ماليغ. ماليغ هو معناه البئس، ما قلنا لا ماليغ، وإنما قلنا لو ماليغ، أجت مذكرة. نفس الحالة لو بونيغ السعادة، جد مذكر ما تطبق على قاعدة مؤنثة. وكذلك لونير الشرف، هنا أيضا إجت حالة شاذة ما تنطبق عليه حالة المؤنثة اللي تنتهي، كل شيء ينتهي بال إيه فهو مؤنث. النقطة اللي بعدها، الأسماء التي تنتهي بالصوت الواه، الواه وين هذا الصوت الواه؟ يعني أنا إذا تحبون أعطيكم محاضرات على الأصوات، يعني بس هي المشكلة يعني ضيع بي وقت هواي. اذا تحبون اعطيكم فد محاضرتين ثلاثه على الاصوات ونعرف شلون يلفظ كل صوت. الوا، الوا على سبيل المثال من يجي هو صوت الوا؟ جاي من الاو اي يلفظ وا، وكذلك الاو اي او يلفظ ايضا وا، والاو اي اكس ايضا يلفظ وا. يعني جاي تشوفون هسه كل شيء ينتهي بالاو وراه اي يلفظ وا. على سبيل المثال شنو نقول؟ لا الوا القانون. عندنا القانون باللغة العربية هو مذكر، بينما باللغة الفرنسية ما قلنا لو الوا، وإنما قلنا لا الوا، قلنا لا الوا. نفس الحالة لا فوا الإيمان، لا جوا الفرح، واضح؟ لا أو العفو نقول إن بخوا اللي هو الفريسة، لا فوا الصوت، وإينينوا. إينينوا اللي هي هذا الجوز الناكل اللي واضح يسمونه إينينوا الجوزة، واضح؟ إذا هاي جميعها أسماء مؤنثة اللي تنتهي بالصوت الواو، سواء كانت الأو إي أو إي أو أو إي إكس. هل هي قاعدة تنطبق على كل المؤنث؟ لا، ولكن عندنا يسمونه أن هو الملك، واضح؟ نقول ملكون، واضح؟ ما نقول إين غوا، وإنما نقول آن غوا، يعني حالة الغوا الملك ما تنطبق عليه قاعدة المؤنث اللي هي الوا، وإنما نقول آن غوا. ما قلنا إين غوا ولا نقول لا غوا، نقول لو غوا إذا كان معرف، ونقول آن غوا إذا كان نكر. هسه اللي هنا صارت، يعني اعتقد البعض راح تكون واضحه لان ما بيها شواذ. جميع الاسماء اللي تنتهي بالاو دوزس او او ا دوزس او فهي مؤنثه جميعها. يعني اي اسم ينتهي بالاو دوزس او او الا دوزس او فهو مؤنثه. على سبيل المثال مثل ايش؟ مثل لا بوليتيس، لا بوليتيس اللي هو الادب، لا فيتيس السرعة، لا جاستيس اللي الصواب، إين باياس. الإين باياس إخواني اللي أقصد بيه، يعني أنا شايفين باللغة الإنجليزية احنا نسميه البنش. البنش إخواني اللي هو المكان اللي يخلون عليه بالمختبر، يخلون على المواد الكيميائية ويخلون عليه يعني الأجهزة. ها البنش اللي حتى بالمختبرات الطبية، واضح؟ يسمون هذه إين باياس. إذا على كل، جميع الأسماء تنتهي بالأ دوزس أ أو الأ دوزس أ فهي مؤنث، ما بيشواذ. نفس الحالة
جميع الأسماء تنتهي بالأو تي تي أو أو الأو تي تي أو فهو أسماء مؤنثة، ما بيها شواذ، اللي هي على سبيل المثال إنكورجيت. إنكورجيت ليش نسمي هذا إنكورجيت؟ نسميه الكوسة، هذا اللي شلون اللي يبيعونه بالسوق الخضار، كوسة احنا نسميه حاج أحمد، واضح؟ يسمونه إنكورجيت، واضح؟ نسميه بتعبيرنا بالبلاصة نسميه حاج أحمد، واضح؟ هو الكوسة. إن سيجاريت السيجارة، إن ماليت، الماليت إخواني الحقيبة الدبلوماسيين، إينوت، إينوت نبع الإتش ما يلفظ. إينوت اللي هو أقصد به هسه البنات يعرفون أحسن مني، من تدخل المطبخ يخلون فوق ال يخلونه فوق الطباق، تسحب تشفط الدهين، شلون فاكيوم تشفط الدهين ولا الدخان وما شابه ذلك، واضح؟ واضح؟ اللي يسمونه اي نوت. اي نوت يعني الشافطه مع الهواء او الدهين او ما شابه ذلك يسمونه اي نوت. وان مينوت، الان مينوت اللي هو اقصد به شايفين الشرطه اللي يقضون مجرم او متهم يحطون بها الكلبشه الحديد، واضح بدي؟ هاي يسمونه ان مينوت، اللي هو الكلبشه هاي الحديد اللي يقفلون عليه على يديه يسمونه ان مينوت. اذا جميع الاسماء تنتهي بالاو تي تي او او الاو تي تي او فهي اسماء مؤنثه. ايضا جميع الاسماء تنتهي بالاو دوزل او فهي مؤنثه، على سبيل المثال ان بوبل اللي هو الانتوبال اللي هو اللي يسمونه التراش كان اللي هو النفايات، ان خول اللي هو الزقاق، ويسمون ان تخول اللي هو ان تخول اقصد بها شايفين الموسو العامل اللي يكبي دمالج ويصب الارض المجرفة. المجرفه، احسنتي، المجرفه او المالج اللي يبدا من يصب يستخدم لتخول. نفس الحالة جميع الأسماء تنتهي بالـ O N S E أو الـ A N S E فهي أسماء مؤنثة، سبق من خليناها لا نيسانس كلا فوتخ دات دو نيسانس، واضح؟ خليناها كل يدوزل إذا تذكرون، وأيضا خلينا لا سيانس العلم، ولا فرانس ما قلنا لو فرانس وإنما نقول لا فرانس لأنه مؤنث، حتى من نجي بعد كم يوم ما نقول من نجي نعب ونخلي قدامه أون أون معناها دل على أن المؤنثة، إذا لا خاص. أيضا جميع الأسماء اللي تنتهي بال A E S E أو ال E S E فهي أسماء مؤنثة، اللي على سبيل المثال إينفخيز، واضح؟ إينفخيز اللي هي الاسترابيري الفراولة، إينبخيز اللي هو الجمرة، إين بيز القبلة، لاكريز لاكريز العفو لاكريز اللي هي الأزمة، سواء كانت أزمة مالية أزمة اقتصادية وعندنا أزمات، واضح؟ نفس الحالة جميع الأسماء تنتهي بال A D E أو ال U D E فهي أسماء مؤنثة، على سبيل المثال إن بومات، البومات إخواني أقصد بيه الأونتمنت اللي هو مرحبا. بالإنجليزية المرهم. المرهم سواء كان مرهم تجميلي، مرهم طبي يستخدمه الانسان المريض او للتجميل، ايضا يسمونه ان بومات. ان بخومينات، البخومينات اخواني النسي، شو واحد مرات يتمشى يعني نسي بس مو يعني يتمشى خلينا نقول على رجليه، واضح؟ وسواء كان على حافه نهر، على جبل يمشي، في غابه يسمونه ان بخومينات. وان اتيتيود اللي هو يعني اقصد به الموقف، موقف وان اكزاتيتيت اللي هو اقصد به الدقه، واضح؟ يعني دقه الجهاز او ما شابه ذلك يسمونه ان اكزاتيتيت. هاي اخوان قاعده المؤنث، هاي قاعده المؤنث، هاي اخوان جدول يجب ان يحفظ، شباب هذا الجدول يجب ان يحفظ، هذا الجدول يجب ان يحفظ. اكو ايضا راح نميز من خلال يعني من خلال اللفظ، ايضا راح نعرف ان جميع الاسماء يعني على سبيل المثال تنتهي باليو، هاي اليو هي اسم مذكر، على سبيل المثال ان
انديفيديو، عن انديفيديو معناها الفرد، انتهت باليو فهي مذكرة، بس هاي هون يجب ان تتبوله. ان غيسو، ان غيسو معناها واحد، شلون مرات يعني شلون فتشي استلمته واضح، يعني هاي تيت باليو فهي مذكرة. كذلك الأسماء تنتهي بالإي إس فهي مذكرة، على سبيل المثال أن غفي، أن غفي معناها الرفض، واضح. تنتهي بالإي تي لو، يسمونها لو ديبي، لو ديبي البداية. وكذلك تنتهي بالإي إكس اللي هي لو فلو، لو فلو معناها التدفق. وكذلك الفيمينا نقدر نعرفها من خلال تنتهي باليو اي، على سبيل المثال ان فوندي، فوندي يعني مرات شايفين فوندي مرات عندنا اكله وفشي نخلطها خلينا نقول بجيبين او ما شابه ذلك، واضح. وكذلك لا بيان فيني اللي هي ويلكم الترحيب، واضح. يعني مرات واحد ما ترحب واحد يقول بيان فيني الترحيب. ولكن بنقول لابغي، لابغي اللي اقصد به هنا اجت هنا مؤنثه انتهت باليو، انتهت باليو بس ما تطبق على قاعده المذكر، اللي هو لابغي اللي هو يسمونه بزوجه الابن. يعني مثلا لو واحد عنده ولد، عنده ولد، هاي زوجه الابن يسمونه لابغي، واضح. ولافيرتي، لافيرتي معناها الفضيله. وكذلك لاغلي تجي مرات الصمغ، ويسمونه لا تخبي اللي هو القبيله او العشيره. هاي اخوان يعني صحيح انتهت باليو بس ما تنطبق عليه قاعده المذكر، وانما يعني نقدر نعرفه من خلال يعني الاوتوغراف، يعني من خلال اللفظ او من خلال ما شابه ذلك نقدر نميز المذكر او مؤنث. بقيه اخوان الجداول يعني ما حبيت اعطيكم يمكن في نفس الوقت حتى ما اصر عليكم شوية صعبة، يعني هاي يجب أن تحفظ الجداول، وحتى بالامتحان تقدر تميز هل هو مذكر أو مؤنث، ويمكن استخدم بعده اللو أو اللا أو الآ أو الإين. واضح شباب؟ تمام دكتور. أعتقد يعني مو صعبة. إذا سيدي حدا ما عرفت يعني هذا الطالب اللي داخله باسم تغريد أحمد كاتب باللغة الإنجليزية، الطالب تغريد أحمد، الطالب تغريد أحمد، ما معقولة ما كتب باسمه. وأنا يعني ايه بالضبط، يعني اخوان هاي الجداول يجب ان تحفظ، وكذلك ايه قولي بالضبط ايه حتى نبتمس، يعني هذا الاخوان تغريد احمد يعني غير حسابك. اخوان هاي الجداول يجب ان تحفظ، هاي وحده، والشواذ ايضا يجب ان تحفظ حتى بامتحان، يعني ما تضيعون وقتكم مثل ما احد الطالبات بالامتحان ضاع علي الامتحان بالمرحله الثانيه، اعتقد ضاع علي امتحان كامل، والله تقلي ادور على المحاضره الاولى ما جاي القاها. يعني احنا الهدف من الامتحان هو انت مو تجي تدور، يعني هاي يسمونها واحد حق على روحه شباب، يعني اذا انت تجي بامتحان وتبدا تدور بالاوراق هاي تبي يعني بمعنانه يعني انت جاي تضحك على نفسك. لا انا اقول المفروض انت تقرا قبل الامتحان وتجي يوم الامتحان انت يعني شوف يعني روحك هل انت فاهم الماده ما فاهم الماده. هاي اخوان هاي الغايه امتحانه، مو غايتني بس يعني اجيب الامتياز وانا ما فاهم شيء من الماده، لا لا اخوان، يعني غايتنا من الامتحان ان نفهم الماده بشكل صحيح ونجي نمتحن. يعني حتى يعني انت عاهد نفسك، عن سبق وان قلت لكم عاهد نفسك انت تكون بالامتحان كنت ما تفتح المحاضرات مالتك، يعني كون المحاضره مالتك ما تفتح نهائيا حتى شيء تختبر نفسك، وانت تجي تجي تفتح يعني المحاضرة وتضيع وقتك لا ساعة ولا ساعتين، وآخر شيء وهم ما دزت إجابته بالمناسبة، يعني هم ما دزت إجابته وتأخرت. إخوان إذا ما عندكم شيء أدزلكم رابط الحضور،
بس اخوان اللي ارجو منكم رابط حضور لا تعممونه على الطلاب اللي ما موجودين حاليا، اللي اترجاه منكم يعني فقط اللي انتم عددكم تقريبا 34 طالب، اذا راح ادزلكم من يوصل 34 واحد اسده، حتى لو انتم واحد بيكم متاخر يعني خبر غايب، اذا فقط 34 طالب. اذا اخوان هذا رابط حضور دزيته لكم، فقط انتم 34 طالب، اي واحد يدز الى صاحبه فينحرم واحد من اللي معكم، اعذروني. اي واحد اخوان يدز رابط الحضور الى مجموعه ما موجودين وبعدين وصل العدد الى العدد اللي هو 34 طالب اسده، والبقيه ينحرمون خطيه بقيه الطلاب اللي